السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة في كل مكان وخاصة طلابنا في داخل سوريا الحبيبة، نقدم بين يديكم دروسا إلكترونية لمادة الرياضيات وفق المنهاج الليبي للصف الثالث الثانوي العلمي شعبة العلوم الأساسية. راجي من الله عز وجل أن تستفيدوا من هذه المعلومات المقدمة إليكم والنجاح فيها والحصول على أعلى الدرجات لمتابعة تحصيلكم الجامعي إن شاء الله. كما نأمل منكم أعزائي الطلاب متابعة هذه الدروس والتفاعل معها، وكذلك تقديم المطلوب منكم والمشاركة بأسئلتكم للحصول على النتيجة المرجوة. بداية سوف نستعرض بنود الفصل الأول من هذه الدروس. سوف نقدم إن شاء الله مفهوم التفاضل والاشتقاق والمشتقات الثانية والعليا، وكذلك تفاضل حاصل ضرب الدوال وتفاضل خارج القسمة، وكذلك تفاضل الدوال الضمنية والاستفادة من التفاضل في إيجاد ميل المنحني. أولا في هذا الدرس سوف نقوم بتوضيح مفهومين هما التفاضل والاشتقاق، ونترك بقية البنود للدروس القادمة إن شاء الله. التفاضل والاشتقاق، سوف نوضح مفهومي التفاضل والاشتقاق بشكل مختصر، وكذلك سنبين تفاضل المقدار سين اس نون بالنسبة إلى المتغير سين وخواص هذا التفاضل، وكذلك سوف نستنتج تفاضل الدالة ألف سين اس نون بالنسبة إلى المتغير سين، ونلقي الضوء على تفاضل بعض الدوال البسيطة التي ستساعدنا وتسهل علينا حل المسائل في هذا المنهاج. ومن ثم أخيرا سوف نفاضل الدالة ألف صاد اس نون بالنسبة إلى المتغير سين، حيث صاد هي دالة في سين. مفهوم التفاضل والاشتقاق ورمزه، نحن نعلم في السنوات السابقة أن مشتقة الدالة عند نقطة ما منها تساوي قيمة ميل المماس للدالة عند هذه النقطة كما هو موضح في الشكل. هنا منحني الدالة ذو اللون الأزرق، وبالتالي فإن مشتقة الدالة عند كل نقطة من الدالة هو ميل المماس لمنحني تلك الدالة عند هذه النقطة. هنا في هذا المثال الخط المتحرك هو مماس لمنحني الدالة في نقطة المماس، أي النقطة السوداء المتحركة، وبالتالي ميله لهذا المماس يمثل المشتقة. هذا هو توضيح هندسي للمشتقة. نلاحظ أيضا أن المشتقة تكون موجبة عندما يظهر اللون المماس باللون الأخضر، أي أن الزاوية التي يصنعها المماس مع محور السينات هي زاوية حادة، وتكون أيضا المشتقة سالبة عندما يظهر خط المماس باللون الأحمر، أي أن الزاوية التي يصنعها المماس مع محور السينات هي زاوية منفرجة. كذلك اللون الثالث وهو عندما تكون المشتقة تساوي الصفر، أي يظهر المماس باللون الأسود، أي أن المماس موازيا لمحور السينات. وبعد أن تذكرنا سوية ماهية الاشتقاق وربطها بميل المماس، فإننا نرمز للمشتقة الأولى أو مشتقة الدالة صاد يساوي دال سين كما يلي. المشتقة هي إما صاد فتحة أو دال فتحة سين أو دال صاد على دال سين أو تفاضل صاد بالنسبة لسين. هذه كلها هي تعطيني مشتقة الدالة. وكذلك فإن من هذا التعريف فإن دال صاد يساوي دال فتحة سين ضرب دال سين، نسمي هذا المقدار بتفاضل الدالة. وبشكل مختصر جدا فإن تفاضل الدالة بالنسبة تفاضل الدالة صاد بالنسبة للمتغير سين يعطيني مشتقة الدالة. هذا توضيح مختصر لمفهومي الاشتقاق والتفاضل.
الآن سنوضح قاعدة التفاضل الأساسية أو حساب مشتقة المقدار سين أس نون بالنسبة للمتغير سين. إن مشتقة المقدار سين أس نون بالنسبة إلى المتغير سين هو جداء الأس الثابت نون بالمتغير بأس منقوص درجة. نعيد، هو جداء الأس نون بالمتغير بأس منقوص درجة. وبشكل عام مشتق متغير بأس ثابت هو جداء قيمة الأس بالمتغير بأس منقوص درجة. للتوضيح نأخذ مثال التالي: ما هي مشتقة المقدار سين أس 4؟ نلاحظ أن الأس يساوي 4، وبالتالي قيمة مشتقة هذه الدالة أو هذا المقدار بالنسبة للمتغير سين تساوي الأس نون الذي هو يساوي 4 ضرب المتغير سين بالأس 4 ناقص 1، أي 4 ضرب سين أس 3. والآن سنبين بعض الخواص الهامة في الاشتقاق. الخاصة الأولى والأهم هي مشتق مجموعة دوال تساوي مجموع مشتقات كل دالة على حدة، وهذه الخاصة تعرف بتوزيع الاشتقاق على المجاميع، أي مشتق الدالة الأولى زائد الدالة الثانية يساوي مشتق الدالة الأولى زائد مشتق الدالة الثانية. نأخذ مثال: أوجد مشتقة المقدار سين أس 2 زائد سين أس 3 بالنسبة إلى المتغير سين. نلاحظ أنها عبارة عن مجموعة دالتين، مجموع دالتين، وبالتالي مشتق المقدار سين مربع زائد سين مكعب بالنسبة للمتغير سين يساوي مشتقة المقدار سين مربع بالنسبة إلى سين زائد مشتقة المقدار سين مكعب بالنسبة إلى المتغير سين. وبالتالي مشتقة سين مربع هي 2 في سين أس 2 ناقص 1، أي الأس منقوص 1، وبالتالي يبقى 2 سين، زائد مشتقة سين مكعب هي نون أو الأس 3 ضرب سين أس نون ناقص 1، 3 ناقص 1 يعني سين مربع، أي 3 سين مربع. وبالتالي المشتقة تساوي 2 سين للأولى زائد 3 سين مربع، وهذه الخاصة سوف نطبقها على كامل منهاجنا لهذا العام. أما الخاصة الثانية وهي خاصة جداء عامل ثابت بدالة، هو جداء العامل الثابت بمشتق الدالة، وكأننا نخرج الثابت خارج عملية الاشتقاق، أي مشتق ثابت مضروب بدالة يساوي الثابت بمشتقة هذه الدالة. أيضا نأخذ مثال: أوجد مشتقة الدالة 3 س مربع بالنسبة للمتغير س. إن مشتقة 3 س مربع هي 3 خارج الاشتقاق ضرب مشتقة س مربع، وبالتالي مشتقة س مربع هي 2 س، أي أصبحت النتيجة 3 ضرب 2 س، وبالتالي مشتقة 3 س مربع هي 6 س. هاتان الخاصتان هما الخاصتان الأساسيتان في عمليات الاشتقاق. مما سبق وبتطبيق قاعدة تفاضل المقدار سين أس نون نجد أن
تفاضل المقدار ألف سين أس نون بالنسبة للمتغير سين يساوي العامل الثابت ألف ضرب الأس نون ضرب المتغير سين بالأس نون ناقص واحد، أي تفاضل المقدار ألف سين أس نون بالنسبة للمتغير سين هي تساوي العامل الثابت ألف ضرب الأس نون ضرب المتغير سين بالأس نون ناقص درجة. الآن سنبين تفاضل بعض الدوال البسيطة. الدالة الأولى هي دالة صاد يساوي الألف أو صاد يساوي ثابت، فإن مشتقها يساوي الصفر. بشكل عام مشتق القيمة الثابتة هو الصفر. مثال: أوجد مشتقة الدالة صاد بالنسبة إلى سين حيث صاد يساوي الخمسة. نلاحظ أن صاد يساوي خمسة هي قيمة ثابتة وبالتالي مشتقها يساوي الصفر. وبشكل عام مشتق الدالة الثابتة بالنسبة لأي متغير تساوي الصفر. أما الدالة الثانية فهي الدالة صاد يساوي سين. نلاحظ أن مشتق هذه الدالة بالنسبة إلى نفس المتغير تساوي الواحد. مثال: أوجد مشتقة الدالة صاد بالنسبة إلى سين حيث صاد يساوي سين. نلاحظ أن مشتق الدالة بالنسبة لنفس المتغير يساوي الواحد. بشكل عام مشتق أي متغير بالنسبة لذات المتغير هو واحد، يعني أي مشتق سين بالنسبة إلى سين يساوي الواحد، مشتق نون بالنسبة إلى نون يساوي الواحد، مشتق صاد بالنسبة إلى صاد يساوي الواحد، وهكذا. الدالة التالية هي الدالة صاد يساوي ألف سين، وبالتالي مشتقها يساوي ألف، أي مشتق جداء معامل ثابت بمتغير، معامل ثابت بمتغير هو العامل الثابت ذاته. مثال: أوجد مشتقة الدالة صاد بالنسبة إلى سين حيث صاد تساوي الأربع سين. نلاحظ أن العامل الثابت هو أربعة وبالتالي صاد فتحة تساوي أربعة، أي مشتق الدالة صاد بالنسبة إلى سين هو يساوي الأربعة. من المهم أيضا أن نعرف مشتق مقلوب المتغير سين، أي مشتق واحد على سين. وبكلام آخر، إذا كانت الدالة صاد تساوي واحد على سين فما هو مشتقها صاد فتحة بالنسبة إلى سين. نلاحظ أن المقلوب هو أس سالب للمتغير سين، أي واحد على سين يساوي سين أس ناقص واحد. وبتطبيق القاعدة الأساسية في التفاضل، أي القوة بالمتغير سين منقوص الأس واحد، هنا الأس ناقص واحد وبالتالي الاشتقاق يساوي ناقص واحد ضرب المتغير سين بالأس ناقص واحد ناقص واحد، أي ناقص اثنين. وكذلك سين أس ناقص اثنين هي مقلوب سين مربع، وبالتالي مشتق واحد على سين تساوي ناقص واحد على سين مربع، أي مشتق مقلوب متغير هو سالب مقلوب تربيع المتغير ذاته. وهذه الدالة سوف نحتاج إليها كثيرا في هذا المنهاج. وكذلك من المهم أن نعرف مشتق الجذر التربيعي للمتغير سين، أي إذا كانت الدالة صاد تساوي جذر سين فما هو صاد فتحة بالنسبة إلى سين. نعلم أن الجذر التربيعي للمتغير سين هو سين أس نص، أي أن جذر سين يساوي سين أس نص. وبالتالي لحساب المشتق نطبق قاعدة التفاضل الأساسية
أي القوة، القوة بالمتغير سين بالأس ناقص واحد. هنا القوة هي نص، تصبح المشتقة تساوي القوة نص بالمتغير سين بالقوة نص ناقص واحد، أي نص ناقص واحد يساوي ناقص نص، وبالتالي تساوي نصف بمقلوب سين واحد على اتنين، أي مقلوب الجذر للمتغير سين. وبشكل عام تصبح النتيجة مشتق جذر سين يساوي واحد على اتنين جذر السين، أو نستطيع أن نقول مشتق الجذر التربيعي للمتغير هو نصف مقلوب الجذر التربيعي للمتغير ذاته. الآن سنستعرض بعض الأمثلة المحلولة لتوضيح قاعدة التفاضل الأساسية. لنأخذ المثال التالي: ما هو تفاضل المقدار س قوة 3 بالنسبة للمتغير س؟ يساوي القوة 3 ضرب المتغير منقوص الأس 1، 3 ناقص 1 2، وبالتالي التفاضل لهذا المقدار يساوي 3 س مربع. نأخذ مثال آخر: ما هو تفاضل المقدار 5 س قوة 3؟ نلاحظ أن المعامل الثابت يساوي 5 والقوة نون تساوي 3، وبالتالي تفاضل هذا المقدار بالنسبة للمتغير س يساوي المعامل الثابت ضرب القوة ضرب س منقوص الأس 1، 3 ناقص 1 يساوي 2، وبالتالي النتيجة 15 س قوة 2. نأخذ أيضا مثال آخر: ما هو تفاضل المقدار 3 س قوة 2؟ المعامل الثابت 3 والقوة 2، 3 ضرب 2 يساوي 6 س، 2 ناقص 1 أي س، وبالتالي النتيجة 6 س، أي تفاضل المقدار 3 س مربع تساوي 6 س بكل هذه السهولة. نأخذ مثال آخر: ما هو تفاضل المقدار س قوة ناقص 2؟ نلاحظ أن القوة هي ناقص 2، وبالتالي التفاضل يساوي ناقص 2 اللي هي قوة ضرب المتغير بالقوة ناقص 1، أي ناقص 2 ناقص 1 يساوي ناقص 3. إشارة ناقص 2، لا ننسى أن المقلوب هو أس سالب للمتغير، أي أن س ناقص 2 هي نفسها 1 على س مربع. تفاضل المقدار ناقص 3 س قوة ناقص 2، نلاحظ أن المعامل الثابت هو ناقص 3 ضرب القوة اللي هي ناقص 2 ضرب المتغير س بالقوة ناقص 1، ناقص 2 ناقص 1 تصبح ناقص 3، وبالتالي ناقص 3 ضرب ناقص 2 اللي هي زائد 6 بس قوة ناقص 3. نأخذ مثال آخر: تفاضل المقدار س قوة نص هو نفسه تفاضل المقدار جذر س. نلاحظ في هذا المثال أيضا أن القوة هي نص، وبالتالي تفاضل هذا المقدار يساوي القوة نص ضرب المتغير بالقوة نص ناقص واحد، وبالتالي نص ناقص واحد هو ناقص نص، أي تفاضل المقدار س قوة نص يساوي نصف س قوة ناقص نصف. كذلك تفاضل المقدار ناقص 2 س قوة نص بالنسبة للمتغير س يساوي المعامل الثابت ناقص 2 ضرب القوة نص، ناقص 2 ضرب نص ضرب المتغير بالقوة ناقص 1، القوة نص ناقص 1، نص ناقص 1 أيضا يساوي ناقص نص، وبالتالي ناقص 2 على 2 يساوي ناقص 1 في س قوة ناقص نص، وبالتالي تفاضل المقدار
ناقص 2 س قوة نص بالنسبة للمتغير س يساوي ناقص س قوة ناقص نص على 2. بعد أن استعرضنا هذه الأمثلة المحلولة سنناقش مع بعض أمثلة على الشكل التالي. ما هو تفاضل المقدار 3 س أس 4؟ قبل أن نجيب نجد أن المعامل الثابت هو 3 والأس أو القوة تساوي 4، وبالتالي نحن نعلم أن تفاضل هذا المقدار هو المعامل الثابت ضرب القوة ضرب المتغير س منقوص أسه 1. أي منحل مع بعض يساوي المعامل الثابت 3 ضرب الأس أو القوة 4 ضرب س قوة 4 ناقص 1، وبالتالي تصبح النتيجة 3 ضرب 4 12 س قوة 3. نأخذ أيضا مثال ثاني للمناقشة. ما هو تفاضل المقدار س قوة ناقص 3؟ في هذا المثال نجد أن المعامل الثابت هو 1 والقوة ناقص 3، وبالتالي نعلم أن تفاضل هذا المقدار بشكل عام هو المعامل الثابت ضرب القوة ضرب المتغير منقوص القوة 1، أي ناقص 3 ناقص 1، وبالتالي تصبح النتيجة على الشكل التالي: القوة ناقص 3 بالمتغير س بالقوة ناقص 3 ناقص 1، أي ناقص 4، وبالتالي تفاضل هذا المقدار يصبح على الشكل ناقص 3 س قوة ناقص 4. بهذه الأمثلة أعزائي الطلاب نكون قد فهمنا تفاضل المقدار ألف س قوة نون. تفاضل المقدار ألف ص قوة نون بالنسبة إلى المتغير س حيث ص يساوي د س أو ص د في س. إن تفاضل هذا المقدار بالنسبة إلى المتغير س هو جداء المعامل الثابت ألف ضرب القوة نون ضرب الدالة بالأس نون ناقص 1 ضرب مشتق هذه الدالة مشتق ص بالنسبة للمتغير س. نعيد تفاضل المقدار ألف ص قوة نون حيث ص دالة من س بالنسبة للمتغير س هو جداء المقدار الثابت ألف ضرب القوة نون ضرب الدالة صاد بالقوة نون ناقص 1 ضرب مشتق الدالة صاد بالنسبة إلى المتغير س. ونستطيع أن نقول أن تفاضل المقدار ألف في دال في الدالة س قوة نون بالنسبة للمتغير س يساوي ألف ضرب نون ضرب الدالة س بالقوة نون ناقص 1 ضرب دال فتحة س، أي مشتق الدالة بالنسبة إلى س. سوف نأخذ بعض الأمثلة لتوضيح هذا التفاضل. لنأخذ المثال التالي: ما هو تفاضل المقدار س زائد 1 والكل للتكعيب؟ نلاحظ في هذا المثال لو فرضنا أن ص تساوي س زائد 1 لأصبحت على الشكل التالي بتطبيق القاعدة العامة للتفاضل: تساوي الأمثال هنا الألف يساوي 1 والنون يساوي 3
وصاد تساوي سين زائد واحد، وبالتالي تفاضل هذا المقدار هو ألف اللي هو واحد ضرب نون اللي هو ثلاثة ضرب صاد اللي هي سين زائد واحد بالقوة ثلاثة ناقص واحد أي بالقوة اثنين ضرب مشتق سين زائد واحد. بالتالي تصبح على الشكل التالي: ثلاثة ضرب سين زائد واحد الكل قوة ثلاثة ناقص واحد يعني قوة اثنين ضرب سين زائد واحد أو صاد فتحة. نلاحظ أن مشتق سين زائد واحد هو مشتق سين زائد مشتق الواحد، ومشتق السين هو الواحد، ومشتق الواحد هو الصفر، وبالتالي يصبح تفاضل هذا المقدار يساوي الواحد حسب خواص الاشتقاق. وبالتالي تفاضل هذا المقدار يساوي 3 في سين زائد واحد للتربيع. نأخذ مثال آخر، ما هو تفاضل المقدار 2 سين زائد واحد والكل قوة 3؟ نلاحظ أيضا أن المعامل الثابت هو واحد ونون هي 3 بينما صاد تساوي 2 سين زائد واحد. بتطبيق القاعدة العامة للتفاضل ينتج تفاضل هذا المقدار هو حاصل جداء نون اللي هي 3 ضرب 2 سين زائد 1 ضرب صاد بالقوة 3 ناقص 1 أي بالقوة 2 ضرب صاد فتحة أو تفاضل هذا المقدار بالنسبة إلى سين. أيضا تفاضل هذا المقدار هو تفاضل المقدار الأول زائد تفاضل المقدار الثاني. تفاضل 2 سين أو مشتق 2 سين بالنسبة إلى سين هو 2 أمثال سين زائد مشتق الثابت 1، وبالتالي تفاضل هذا المقدار هو 2 أي يصبح لدينا يساوي 3 ب 2 سين زائد 1 للتربيع ضرب 2. 3 ضرب 2 اللي هي 6 ب 2 سين زائد 1 للتربيع، وهذا هو تفاضل هذا المقدار. أيضا نأخذ مثال آخر، ما هو تفاضل المقدار س مربع زائد 1 للتكعيب؟ نلاحظ أيضا نون أيضا في هذا المثال 3، ولكن صاد هون المتغيرة تصبح س مربع زائد 1، وبتطبيق القاعدة العامة في التفاضل تصبح تفاضل هذا المقدار هو نون اللي هو 3 ضرب صاد اللي هي س مربع زائد 1 بالقوة نون ناقص 1 أي بالقوة 2 ضرب صاد فتحة أو دال صاد على دال سين أو مشتق هذا المقدار بالنسبة إلى سين، وبالتالي تصبح على الشكل التالي: القوة نون اللي هي 3 بصاد قوة نون ناقص 1 صاد اللي هي سين مربع زائد 1 قوة نون ناقص 1 أي 2 ضرب مشتق الدالة سين مربع زائد 1. في هذا المثال مشتق س مربع زائد 1 هو 2 س، وبالتالي تصبح على الشكل النهائي 3 ضرب 2 6 س ب س مربع زائد 1 للتربيع. نأخذ مثال أخير على هذه القاعدة، هو تفاضل 5 مضروبة ب 1 ناقص س مربع أس 4. نلاحظ في هذا المثال بتطبيق القاعدة العامة للتفاضل أن المقدار الثابت هو أ يساوي 5، وكذلك القوة نون هي 4، وباعتبار أن ص تساوي 1 ناقص س مربع، أي تفاضل هذا المقدار هو يساوي المعامل الثابت أ اللي هو 5 ضرب نون اللي هي 4 ضرب ص اللي هي 1 ناقص س مربع والكل قوة 4 ناقص 1 ضرب مشتق ص أي مشتق 1 ناقص س مربع، أي على النحو التالي: المعامل الثابت هو 5 ضرب القوة اللي هي 4 ضرب الدالة اللي هي 1 ناقص س مربع والكل قوة 4 ناقص 1 ضرب مشتق صاد أي 1 ناقص س مربع بالنسبة إلى س.
نلاحظ أن مشتق واحد ناقص س مربع هي تساوي مشتق الواحد صفر ناقص مشتق س مربع 2 س، وبالتالي تصبح لدينا على الشكل التالي: 4 ضرب 5 20، 1 ناقص س مربع، 1 ناقص س مربع قوة 4 ناقص 1 اللي هي 3، ومشتق 1 ناقص س مربع هي ناقص 2 س، وبالتالي تصبح 20 ضرب ناقص 2 ناقص 40 س ضرب 1 ناقص س مربع بكل قوة 3. بهذه الأمثلة نكون إن شاء الله قد وضحنا القاعدة العامة للتفاضل. أعزائي الطلاب، إلى هذه الفقرة وينتهي بعون الله الدرس الأول. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.